الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، نصح الامه وكشف الله به الغمه، بلغ الرساله وادى الامانه، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإن الولد والمال امتحان واختبار، حيث يقول الحق سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي امتحان تمتحنون به. فإن كان المال حلالا وأديت حقه، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وإن كان المال أعاذنا الله وإياكم من حرام، أو لم تؤدي حق الله فيه، كان وبالا ونقمة على صاحبه في الدنيا والآخرة. وكذلك الولد، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فإن كان الولد صالحا وعنيت بتربيته وتهذيبه وتقويمه وأخذت بالأسباب، فيقول الحق سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أما إن كان الولد غير صالح، فيقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهذا نبي الله نوح، ليس واحدا من عامة الخلق، بل نبي من أولي العزم من الرسل. قال: رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه المولى عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، ابني ابنك إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لست أفضل من نوح عليه السلام. ولذا عندما طلب الأنبياء الولد لم يطلبوا مجرد الولد، طلبوا من الله نوعا معينا من الولد، طلبوا الولد الصالح.
هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين، وهذا سيدنا زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ويقول في سورة مريم عليه السلام فهب لي من لدنك وليا. أهل العلم هنا يقولون لهم أكثر من وقفة. الوقفة الأولى، لماذا طلب سيدنا زكريا الولد؟ ليس لمصلحة دنيوية، وإنما لمصلحة الدين، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا، يرث العلم والحكمة والنبوة والدعوة إلى الله. الأمر الثاني في كلام سيدنا زكريا لم يقل فهب لي من لدنك أولياء، لم يطلب الجمع، وإنما طلب وليا ولدا، فهب لي من لدنك وليا. إذن العبرة ليست بالكسرة وإنما بالصلاح. وفي سورة مريم أيضا عليها السلام يقول الحق سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما، غلاما واحدا، غلاما زكيا، هو المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد ولد آدم، لم يكن لأبيه وأمه نسل غيره، لا ولد ولا بنت، فهو الولد أو المولود الوحيد لأبويه، وهو سيد ولد آدم ولا فخ. ومن هنا عندما طلب الأنبياء الولد طلب ولدا صالحا. وعليك أن تسأل نفسك لماذا تطلب الولد؟ هل كما يفعل بعض الناس للمباهاة والعزوة ومجرد الكسرة أو لينفعني عند الكبر؟ أما أمر الدنيا فأمره إلى الله. إن أراد الله كرمك أو إكرامك في الدنيا أكرمك وحفظ لك كرامتك بولد أو بدون ولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال أهل العلم العقم نعمة من نعم الله أيضا، لأنه جاء في معرض تعداد النعم. وبعض الناس قد يكون الولد سبيل سعادته، وبعضهم قد يكون الولد سبيل شقائه، والخيرة فيما يختاره الله عز وجل. فإذا أراد الله، بعض الناس يقول قد أحتاج إلى الولد عند الكبر، قد لا يرزقك الله الولد ولكنه لا يحوجك إلى أحد من خلقه في حياتك أبدا، وإن احتجت جعل الناس كلهم أبناء لك. أما إن اعتمدت على الولد فكما قال الصالحون من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الناس من ولد أو غير ولد مل وربما خزل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا ضل ولا مل ولا اختل. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. جدد نيتك في كل حركة وسكنة، فإن كان الأمر لله طلبت الولد على أن يكون صالحا. نسأل الله أن يرزق أمتنا بالأبناء الصالحين، وأن يجعل أبناءنا وأبناءكم من الصالحين. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. قلنا إن الأنبياء عندما طلبوا الولد طلبوا الولد الصالح، والصلاح هنا
لا يمكن أن يقتصر على جانب دون جانب. ليس الصلاح في أمر الدين فقط، بل الصلاح في أمر الدين والدنيا، الصلاح بمفهومه العام. فالمؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا عامة، نريد المؤمن القوي بدنيا وصحيا وعلميا وثقافيا واقتصاديا، وهذه القوة هي المطلوبة. أما الكسرة إذا كانت كغثاء السيل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل كثير، ولكنها كسرة كغثاء السيل. إذا كانت هذه الكسرة ضعيفة صحيا أو ثقافيا أو اقتصاديا، فهي لا تنفع صديقا ولا تضر عدوا. ومن هنا ندخل إلى لب قضيتنا، وهو موضوع تنظيم النسل أو تنظيم العملية الإنجابية. فنؤكد أن الفتوى فيها على أن هذا الأمر من المتغيرات وليس من الثوابت في الدين. معنى المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من دولة إلى دولة ومن وقت إلى آخر. فإذا كانت الدولة تمتلك أرضا شاسعة وثروات هائلة وفي قلة عددية من السكان، هنا تكون الكسرة مطلوبة لعمارة الأرض والحفاظ على الثروات. أما إن كانت الدولة على العكس من ذلك، فإن ذلك سيؤدي إلى كسرة كغثاء السيل. فالحكم في هذه القضية ليس حكما ثابتا على كل الدول وعلى كل الأزمنة وعلى كل الأمكنة، فهو من المتغيرات وليس من الثوابت. في وضعنا المصري الحالي العصري الراهن، القول بعملية تنظيم الإنجاب أو تنظيم النسل، كل هذا من الضرورة الشرعية، يتجاوز القول بكونه حلالا إلى كونه ضرورة آنية شرعية. تحدث كثير من كبار العلماء عن حل عملية التنظيم وعن أنها حلال منذ عقود ومنذ سنوات طويلة، ولكن في الوضع الراهن تجاوزنا القول بأنه حلال إلى القول بأنه ينزل منزلة الضرورة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هنا ليست القدرة الجسمية فقط، بل القدرة المالية والنفسية والقدرة على الإنفاق على الأسرة وبناء الأسرة. لأنه لو أراد القدرة الجسمية فقط لقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وسكت، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. ولكنه قال: ومن لم يستطع، والحديث للشباب القوي الفتي، أي ومن لم يستطع الباءة بمفهومها الشامل، وهي القدرة على فتح بيت وإقامة أسرة والإنفاق على الأسرة، من لم يستطع القيام بأعباء الأسرة فليحصن نفسه بالصوم، فإنه له وجاء. ومن هنا بالقياس المنطقي والعقلي والأصولي والفقهي، إذا كانت القدرة على بناء الأسرة والقدرة على الإنفاق عليها شرطا للزواج أصلا، فهذا من باب أولى أن يكون شرطا للإنجاب، لأنه ليس من العقل ولا من الدين ولا من الحكمة أن تنجب أولادا ثم لا تفي بحقوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما يكفيه من الذنب، أي لو لم يكن له ذنب آخر، هو يصلي ويصوم ويتصدق ويحج، إلا أنه يضيع أهله وأسرته وأبناءه، لكفاه ذلك ذنبا وغضبا من الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن تزرع ورثتك أغنياء خير من أن تزرعهم عالة يتكففون الناس. ثم إن للأبناء حقا في الرضاعة الطبيعية وفي التربية الطبيعية وفي التعليم الحقيقي وفي الصحة الجيدة. يقول الحق سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يقول أهل الطب والعلم حتى إن بعض العلماء اعتبروا إن عملية الحمل مع الإرضاع
اللبن الذي يشربه الطفل، بعض الفقهاء سماه لبن الغيلة، وكأن أحد الطفلين اغتال جزءا من حق صاحبه، أو أن كل منهما اغتال جزءا من حق صاحبه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واجب عليك الإنفاق على الأبناء وبالمعروف بالحياة الكريمة، دون أن تضيع أبنائك، مما يجعلنا نؤكد أن عملية تنظيم الإنجاب كما أكدت من المتغيرات وليست من الثوابت الدينية، تفهم النصوص فيها في ضوء ظروف كل عصر وكل دولة، تأخذ منها ما يطابق الواقع ويتعايش معه. ثم عليك أن تعلم أن القدرة على الإنفاق إذا كانت شرطا في الزواج فإنها، أو إذا كانت مطلوبة للزواج فهي مطلوبة للإنجاب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فلا تسمع لمن لا يفهم النص في ضوء مستجدات العصر، ويجمد عند ظروف معينة لتفسيرات معينة لبعض النصوص. لم يقل أحد ممن يعتد برأيه، لم يقل أحد على الإطلاق ممن يعتد برأيه من أهل العلم على الإطلاق بحرمة عملية التنظيم، بل أهل العلم على حل عملية التنظيم، ونقول إن الوضع يتجاوز القول بالحل إلى القول بالضرورة الشرعية. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، اللهم ارزقنا حسن الفهم لكتابك وسنة نبيك، واجعلنا في ساعتنا هذه رب العالمين من المقبولين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا سددت عنه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه، واجعل رزقها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.